كنشكركم بعدا على التواجد ديالكم داخل هذا المرفق اللي هو المرفق ديال المحطه الطرقيه. وكما كتعرفوا المرفق ديال المحطه الطرقيه على الصعيد الوطني كعرفوا عده اختلالات وخروقات. اليوم المحطه الطرقيه ديال مدينه الفاس ولات كتعرفوا واحد التحسن من ناحيه ديال المردوديه ديال الناقلين وكذلك التوافد ديال المسافرين. اليوم كما كتشوفوا احنا في مدينه مكناس مازال مستمرين في بان المسافر خصو يتوجه للشباك. هذه العمليه كتطلب مجهودات كبيره اللي فيها شركاء ماشي غير الناقلين او الاداره ديال المحطه. هذه خصها شركاء اللي كان عطى التعليمات ديالو السيد العمل على اساس انه يكون واحد شركاء محليين للقيام بهذه العمليه. لكن كما كتشوفوا اليوم التوافد ديال المسافرين كيعرف واحد التحسن، لان من بعد الوباء ديال كورونا المحطه الطرقيه ما كانش كيتجه لها المسافر. اليوم حنا بدورنا كهيئه ممثله لقطاع النقل الطرقي للمسافرين نواكب العمليه اللي واكبناها من يوم الخميس بمعيه السلطه المحليه وكذلك الامن الوطني ومفتشيه النقل واداره المحطه الطرقيه. هذه العمليه كتطلب مجهودات كيف ما اشرت انها مجهودات كبيره، مجهودات ماشي غير ديال الناقلين، مجهودات امنيه، مجهودات اداره ديال المحطه، مجهودات ديال كذلك المسافر اللي كنوجهوا اليوم على انه يتوجه للشباك باش ما يتعرضش للمشاكل اللي هي دائما متكرره وكيكون الضحيه ديالها هو الناقل. احنا بدورنا هاد الناس او العاملين اللي خدامين بالمحطه الطرقيه نبهناهم على اساس ان المسافر يتوجه للشباك، راه التزموا بها بعض كذلك بعض العاملين او اللي كنسميهم وسطاء، لكن بعض القليل راه حنا مازالين كنواكبوا معاهم هذه العمليه. ونتمنوا ان شاء الله على ان الجميع يتفهم بان التذكره كتخاد من الشباك، وان العاملين بالمحطه الطرقيه ينضموا راسهم. انا مازال كنقولها لهم، وحنا او المقاولات النقليه راه ماشي ضدهم، راه معاهم، لكن خصهم يلتزموا بالنظام اللي مقرر السيد العامل. مشاكل المحطه الطرقيه في جميع انحاء المملكه، ماشي غير غنقولوا مكناس، في جميع انحاء المملكه كاين المشاكل في المحطه الطرقيه. يعني ماشي غادي نهضروا مثلا غير مكناس، غير الدار البيضاء، غير فاس، غير الحمد لله دابا كاين واحد النظام اللي هو كاينه. يعني مثلا كاين على المزاول ديال الوسطاء ديال المحطه الطرقيه، يعني الحمد لله غادي كيتنظموا. لحقاش حتى شي واحد ما غيمكن يتجرى على طرف الخبز شي واحد اخر؟ لحقاش علاش؟ لان تا هما هاد الناس هادو تا هما كياكلوا طرف الخبز في هذه المحطه. ولكن حنا اللي كنطالبوا يعني واجب على المسافر يدخل المحطه الطرقيه وكيساعدوه بعد الوسطاء اللي كيساعدوه، ولكن الوسطاء كيكونوا في واحد المحل ديالهم، يعني نظافه، يعني الانسان كيكون نقي، يعني كيلتجا بالمسائل اللي هي صحيحه. طنجه عندي وزيد مع الوالده في طنجه. اها كيفاش جاتك المحطه الطرقيه ديال بنت مكناس الان؟ دابا السعره مزيانه، كل شيء موجود الحمد لله. خديتي التيكي ديالك؟ خديت التيكي ديالي، كل شيء مزيان. خديتيها من الشباك؟ اه من الشباك خديت التيكي، كل شيء مزيان. كتفضل انك تاخذي التيكي من الشباك او لا؟ لا من الشباك حسن. احسن ما ناخذ من الناحيه ديال التنظيم الشيء انه كاين تحسن في المحطه؟ لا تحسنات فيها، مابقاتش كما كانت، كانت فوضويه، دابا راه مزيانه. كيفاش كانت شحال هذه؟ كانت عشويه. يعني النوبه ديالك بعد المرات؟ لا ما تبقى لا نوبه لا والو، دابا كانوا موجودين، المعامله مزيانه، كل شيء مزيان. يعني كتفضل انها تبقى هكا؟ نعم مزيانه، كنت كاع تحسن هكا مزيان. انا متوجهه لطنجه، المحطه صراحه تحسنات ولكن باقي خصها شويه ديال التحسن على حساب البلايص، باقي كيكونوا الدنيا عامره بعض المرات وخصوصا حيت العيد قرب. وبالنسبه لفين كنقطعوا راه مزيان، مابقاش كيما شحال هذا. كنقطعوا في شباك.